معكم جولي جيمر الجيريا، معكم ايرماك في فيديو جديد. لا فيديو هذه راح نحكوا على الكلاس ديسكتورنوا جيمز اون دي زد، قربت بقالها 8 ايام وتبدا ان شاء الله. خيرت لكم في لا فيديو هذه سان كلاس MSMC لي سلايو، على بالي بلي جوار الجيريان ولا كاع لي جيمر الجيريان اللي يلعبوا كود يشتيو سلايو يشتيو هاي سكور. مالا خيرت لكم MSMC واللي هو احسن صاب ولا احسن سلاح يستعملوا سلاير. بون نروحوا لي كلاس، عندنا في الكلاس ان عندنا MSMC اي زاتاشمون لونغ بار الكويك درو، هادو احسن اتاشمون تلقاهم ولا تقدر ديرهم في MSMC. لونغ بار تزيد لك في الرينج، كويك درو تزيد لك في الايم، فاست ايم تايمي رابيد، كلوز رينج يخرج لك واحد تايمي رابيد يطلع السلاح تاعك رابيد. كاين ناس تقول لك بلاص لونغ بار دير فور غريب، علاه؟ بيسك لا MSMC كي تيري في الرصاصة الخامسة ولا السادسة يبدا يطلع، تبدا تطلع السيبلة. انا نعطيكم حل خير من الفور غريب، دير لونغ بارل في الرصاصة الخامسة ولا السادسة، عندك لانا نوغلي على الدروات هبطها تحكم فيها ما تخليهاش تطلع، هبطها شوية ما يطلعش لما MSMC، يبقى في السيبلة اللي حطيتها، يبقى في التارجت، يبقى في الانمي، ما يطلعش ياسر. وانا تبني لونغ بار خلم فور غريب، وانتم حرين اللي يحب يلعب فور غريب يلعب فور غريب. عندك لي بيرك لاي ويت تافنس ديكستريتي اكستريم كونديشن تاكتي كل ندير 2 MP EMP تيكي بيهم، جي كيت ماركر فولي بيهم، تبريكي بيهم راح تدخل هارد بوينت في EMP لعب بيهم، اللي على بالو يعرف يستعملهم يديرهم، اللي ما يعرفش ما يديرهمش. ديكستريتي نرجع نهضر على ديكستريتي، ديكستريتي مهمة ياسر حاوتي علاه، هاي مكتوبة aim faster after sprinting mental and climb faster، نرجع ل aim faster after sprinting كون تجري ندير ديكستريتي معها كويك درو السلاح تاعك يطلع رابيد، يطلع في مامبا ان سوكوند راك ايميت الانمي تاعك. ماكش ندير ديكستريتي وطحت مع واحد ندير ديكستريتي وكويك درو وهو ايمي رابيد يفلك رابيد ويعرف يلعب من فمي ملتيك، انت السلاح تاعك مازال ما طلعش، عليه داير هو ديك تريكي. بون نروح للكلاس الثانية، زادت مو نفسهم، عندك لي بيرك بدلنا، زدنا في البيرك ان زدنا ثانية، درنا فلاك جاك، عليه فلاك جاك؟ كاين ناس ما تشتيش تموت بالجرونات، كاين ناس تطلع تموت بالجرونات، كاين ناس مشها مزهرة يموت ياسر بالجرونات، باش يديتي هذي باش ما يقلقش روحه وسط الجو وما يخون صحابه. يدير فلاك جاكت ويلعب رايح في بلاصه ثاني 2 MP، درنا EMP جرونات تبريكي بها ثاني تلوحها في الهارد بوينت، تلوحها في السبون مثلا، لوحت EMP جات كارت هيت ماركر، لوح الجرونات تاعك ممكن دير كيل، ممكن تهيت ماركي سي يعود وان شات، تقولي لصاحبك تقول له وان شات يقتلو، ممكن تجيبو سا ديبون. جرونات مليحه، مليحه في الاس ان دي، مليحة في الهارد بوينت، مهم تعرف كيف تستعملها كالعادة. تروزيام كلاس MSMC، عندك لي بيرك زايدة حاجة في لي بيرك، درنا ماسك دي فوا تعود تلعب كونتر تيم سامتين، عليه سامتين يلعبوا بربعة كونكيشن، تلقى زوز سلاير في زوز مدارين كونكيشن، ربعة كونكيشن تمشي مصطاني، تمشي تستان، تدخل هارد بوينت تستان، تري سبوني يستانيك، تدخل للميد يستاني، ما لابش تي بيتي هذي وما تبداش تعيط وما تبداش تدير في المشاكل، دير ماسك ولعب رايح. تاكتيكول كينس هادو دو هذه الكومبيناسيون في التاكتيكول مليحة ياسر، كونكيشن ولا ستان مع سام تاكس، لوحت كونكيشن ستاني تسيد معناها او في بلاصتو مش عايز يتحرك ما عنده وين عايروح، لوح له سام تاكس يا تشوكتلو يا تيتماركيه، يتماركيتو او ما تقدر تراشيه تشوكتلو مات، اللهم بارك. سام تاكس وستان كومبيناسيون مليحة للسلاير كيعود يعرف يلعب بها. بون كاتريام كلاس، هذه الكلاس تاع واحد يشتي سارنجي مشيش يلعب لي تاكتيكول، مشيش يلعب لي جرونات، يشتي غير يلعب السلاح، يشتي الديال مليح في الاكيرسي تاعو، مليح في الان في ان ولا الان في دو،
تعرف سلاي مليح مش يدير في البرك يدير فلاك زاكت وفي البرك تروازيام يدير ماسك ويلعب يلعب حر وين يحب يروح يروح هو وسلاح عيبه في سلاح يلعب غير بالسلاح هذه مليح ياسر في الهارد بوينت سير تشوف الهارد بوينت سلاير يلعب في الهارد بوينت ولا سلاير يلعب حدا الهارد بوينت راح يلوحولو ستان راح يلوحولو جرونات يدير دو هادو بيرك يلعب رايح ماسك فلاك زاكت يبغى غير يسلاي ما يستانا ما يقيسو بالجرونات و سنكيام كلاس MSMC مهدي يسار عليه مهدي يسار شفت قداه جوار الجيريان يلعب مليح بسنايبر جيست تحط راسك جيست فيك يطل يقنصك مكروسي هارب تجري ولا راح تبدل من بلاصه لبلاصه يقنصك تنقز يقنصك ترقد يقنصك ما يهموش هارد سكوب كويك سكوب مهم يجيبك يجيب ما لا يعرف يلعب بسنايبر وشايف روحو يميتريزي مليح سنايبر يدير دي يسار مع MSMC ومام طون يسلاي ومام طون يلعب بسنايبر وثاني كان عبسه مثلا تلعب لقيت مع واحد عنده أصل طرايف اللي يلعب مثلا بالامين لونج ريج ماكش راح تجيبه بالMSMC الا اذا كانت لاكيرتي تاعك 100% مش عطرافي رصاصه هو راح يسيبك فاسيلمون الور تدرك تخرج دي يسار تاعك تحاول فيك يا بسنايبر هذا احسن حل ديالو كنت عندك الكلاس هذه تقدر تجيب بها الأصل طرايف AMP تشيكي بها تشوف بها البلاصه اللي رايح لها سادي بون مثلا تلعب في SND حاب تروح لابون بي لحي ام بي لكن حتى واحد تونغالي كاين واحد دير حسابك تشوف كيفاه تشوف تقولي صاحبك سادي بون لي ام بي تم تحك ياس كيما شفتو خاوتي هادو لي سان كلاس MSMC ان شاء الله يعجبوكم ولي حابني نكوفريلو سلاح واحد اخر ولا حابني نديرلو لي كلاس على سلاح واحد اخر اي كومونتي قولي في الكومونتير نكوفري لو سلاح ماذا بيا نكوفري ماذا بيا نعطيكم واش عندي خاوتي وما تكون الكومبيتيسيون سخونه ان شاء الله تكونوا قاع في النيفو نكونوا قاع في النيفو ونديروا ريزلتا والحر يطلع وبارك الله فيكم والسلام عليكم